متابعي مجلة 24، معكم أيوب الطرافات في بث مباشر من سوق السمك بمدينة 16 بالضبط في زنقة عيروت. من خلال هذا البث غادي نعرفوا يعني الأنواع ديال السمك اللي كاينة حاليا، وفي نفس الوقت الأسمنة ديالها، ونشوفوا حتى العملية ديال التنقية كيفاش كتم، كيفاش كتم العملية ديال من خلال هذا البث اللي عنده شي سؤال عنده علاقه بالسمك فممكن اننا نسولوا الناس اللي كتبيع وكتشري اللي كتعتبر انها حريفيه في هذا المجال هذا. في نفس الوقت حنا كنحاولوا نبينوا لكم الانواع اللي هي موجوده حاليا. قول لنا مرحبا ايوب، كيداير السوق؟ بخير على اليوم. كدو على اليوم انا يا سعيد. اليوم راه شويه بخير الحمد لله، اما الايامات الاخرى اللي داز كان الاسعار طالعه بزاف. خدم 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 خدم. قول لنا الاسمنه ديال الحوت. البوري 400، ميرنا 800. واش انا ممكن فهمك نعرف ليهم انا عاديه بهم؟ هذا هذا اسمه قصير. بوري 400، ميرنا 800، الصول 800، السردين 1000 فرانك. فاجو رخيص. رخيص 1000 فرانك. السردين مول فيكم 240 260 اليوم 1000 فرانك. شنو هو الحوت اللي صابغ غالي؟ هذيك هنا مدينة 16 في زنقة عيروت بالضبط، زنقة عيروت يعني قرب زنقة الذهبية، يعني معروف هذا المكان هذا بأصحاب الحوت، فممكن هنا يعني كتلقى أنواع الحوت على اختلافها، وفي نفس الوقت كاين يعني حتى النقاي. نعرفوا الأسمنة؟ الأسمنة مرحبا، المهم كاين هذاك الفرح هذا ديال 50 درهم. الفرخ داير 50 درهم، داير 50 درهم الجودة. المقانة 25 درهم، 20 المقانة، المقانة دايرة 25 درهم، 25 درهم 500 درهم 520 كنبيع. بالنسبة للناس كتسول فين كاينة البلاصة، في البلاصة في زنقة عيروت، زنقة عيروت البواج تا هو 20 درهم، البواج 20 درهم، القمرون راه داير 80 درهم، القمرون داير 80 درهم، الصول تا هو داير 40 درهم، هو الميرنا 40 40 الصورد والميرنا 40 درهم. الميلو داير 30 درهم الجودة. 30 درهم. زيد اخويا تفضل. وبالنسبة للسردير فالسردير هو داير 10 درهم. فهاد الوقت هذا اللي جيت فيه فهو كاين إقبال بصراحة، يعني كاين ناس كتتبدا. هذا مؤشر زوين. بالنسبة لهذا الحوت هذا فهو أهلا كي داير؟ شحال؟
بالنسبه للناس اللي كتسول فين كاينه البلاصه، فالبلاصه هي في زنقه عيروط بمدينه سطات قرب زنقه الزهيبيه. النقاي المعروف بالبوعزاوي كي نقي البوري، كنشوفوا العمل ديال نقي ديال البوري جميع الاسباب. لا دابا فهاد اللحظه، لا فهاد اللحظه، فهاد اللحظه، فهاد اللحظه، فهاد اللحظه كنا كنضر بوري. بوري ماشي ذهبيه. لا لا ماشي ذهبيه، هذا بوري. بوري هذا ذهبيه الاخوان كتكون. قلت لك بواحد الفيديو خدم 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 بعدا خدم على السيده. خدم ايوا هذه راسها عريض. تسبق السيده، كملنا السيده غادي نتكلموا معاك غير سبق سيدي. نبينوا اليوم واحد الخدامين ونبينوا. لا ما بغيناش نعطلوها. جيتو مغزل. الحوت جديد هذا. اه. شنو هو أصعب حوت في التنقية؟ ها؟ أصعب حوت في التنقية. حاجة ما كتجينا صعيبة أخويا حيد. لك تاخذ لك الوقت. بالنسبة للحوت، الحوت 10 درهم. بالنسبة للناس السرديل، السرديل بالنسبة للناس اللي كتسوي على الأثمنة ديال السرديل، فالسرديل 10 درهم وجودة رافعة. اه والسرديل لا السرديل زوين. ها انتم خير موجود وبثمن بسيط. هاد البلاصه هادي راه في زنقه عيروض مدينه سطات قرب زنقه الديبيه. عاد البحري، عاد البحري بالنسبه للناس. البحري والبوعزاوي بالنسبه للناس اللي كيتسول، حيت كيسولوني كيقولوا لي فين كاين عاد البحري وعاد البوعزاوي العقري. قال لهم اه لا سي مرحبا قرب حدا هذا. سمعتي مرحبا بكم سيدي. مرحبا هذا هو البحري. اي مرحبا. شحال من عام وانت خدام في الحوت؟ واه نقول لك واحد 20 ولا 24 عام. 24 عام؟ اييه. وانتم في هذه البلاصة؟ لا ماشي في هذه البلاصة، كنا في المارشي وجينا هنا. اه. والوضعية هنا مزيانة؟ مزيانة الله يجعل البار. ها؟ جي مريم عطيها. مرحبا. اه الله يجعل البركة، بنادم راه غادي مع الوقت وصافي. بغيت نسول واحد السؤال يقدر يجيك غريب، جا في بالي دابا. مرحبا. النوع اللي كيعجبك انت في الحوت كتبغي تشوف ليه؟ واش غنقول لك، انا كيعجبني السردين. بحالنا كاع ولاد الشعب. السردين. صراحة ديال الله، السردين الكفتة، السردين المشوي، السردين هوك، أنا الأكلة المفضلة عندي هو السردين والعدس. هذا البحري لقب ولا؟ أه؟ هذا البحري لقب؟ لقب. علاش البحري زعما؟ إيوا الدراري كيشوفونا كنبيعوا الحوت كيقول لك تراك بحري. صافي مشات. بحري. يعني غنتلاقاو مع بري. الله البري ماشي، ما احنا بحريين نمشيو للبحر نجيبو الحوت. المهم ها هو، شوف ها هو في زنقة عيروض. دائما دائما السلعة تكون جديدة. الله يحفظك. ياك دائما السلعة جديدة. ديما يوميا الجديد، ثلاث أيام في السيمانة. ثلاث خميس السبت. هذا هو اللي كاين. كنجيبو سلعة أحلى باش نبيعوها في نهارها والغد ما تشيرش. مع اش كتبداو في الصباح؟ نبداو مع 8 ونص نساليو مع الجوج. حاجه ما تبقى عندنا كنجمعوا نشوف حال. حتى واحد المبادره كديروها جميله بصراحه، ملي كتساليو فكتنقيو وكديروها. الله يسا كنشوفوها تي جافيل الله يعمر. ملتزمين. نعم. شكرا لا الصراحه. شكرا لك السي البحري. نشوفوا واحد السيد هنا قال لك السردين خداها الصباح ب 15 درهم في الشطيبه. شطيبه تصنت على البوعزاوي. راه قلناها واش قلتي لي انت تصنت الناس اللي كيبيعوا الحوت. راه قلت لك الصباح، راه قلت لك الصباح. اش قلتي لي؟ قلت لك الاسعار غاليه، غير عندنا هنايا اللي كنبيعوا ب 10 دراهم. انا قلت لي انايا ما سمعتنيش؟ ما سمعتكش. سولي الحاج اللي قال لي 1000 فرانك اسعار رخيصه. كملنا البوعزاوي في التنقيه. على اليوم راه السيد ها هو كتب لنا في الكومونتير على اليوم هاد السردين ب 8 دراهم. حنا كنبيعو فيه هنايا ب 10 دراهم. ديما كيكون غالي ولا رخيص 260. ولكن اليوم دايرين لي 10 دراهم هنا في صحة عيروض. لا ما نكذبو لا حتى حاجة. يوميا كيديرو لي 260 240.
اليوم جيب 80 درهم 100 درهم للشبكه من المرشا راه داروا لي 1000 فرانك، هو راه ما خاصوش 1000 فرانك اليوم اسطات، خاصو 160 جوج 300 وخاص منك الحوت السري فابور. خدم خدم هاي سالم شو عنده؟ هذا شنو هو الوزو هذا؟ هذا الصول. صول. هكا هذا ماشي الصول هذا. هذا السانديه. الصول عريضه. أنا نتنور. دابا هذه السانديه خليضه. صافي سير سير. ما عندنا الصولة. هذا السانديه ماشي الصول. شوف شوف. هذه كملات. خاص شي من الحوت ديال الوقت وراك. هنا في الحارة. اه وحاطين. سير قول لي بغينا نجي واحد نمشي واحد. الاتجاهات ديال الصباح. ماشي دوي مع دوي 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 هاي 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 صار نفس ميزك؟ فتحاوي محمد. فتحاوي محمد. شحال من عام وانت كتبيع السردين؟ 30 عام وراك حوت. السردين ولا الحوت؟ الحوت كامل. 30 عام. 30 عام 16. وما كنتيش هنا 30 فين كنتي؟ الله يسلم عليك. مروحة. مروحة. أيوه. ونبيع شوية ولا عيان شوية هوت هنا نزق الحلوة. ما كانش كيطلع لعندنا الماشي ولا أخاوي. واخا الحركه كيفاش دايره؟ الحركه شويه عيانه. شنو السبب زعما؟ شنو السبب؟ السبب كورونا. وصات كورونا اثرت عليكم؟ على حساب كورونا قلت الحركه قلت ولا بيع قليل. والعثمينه ديال الحوت دابا؟ العثمينه ديال الحوت مناسبه بحال السيدي الاصفر كبيعوا به البازر 400 البازر 400 هذا كان صافي. شو شو السي شو السي شو السي؟ لا لا نشوف انك ناسك. مرحبا. اييه. 100 800 700. لا تنسى. الميرنا. 800 700. اه. سير بازو. بازو 400. بازو 400. اييه. السردين قلنا 10 دراهم ياك. 10 دراهم. اييه. ناقول تحت. هذا 400 مكانه. هذا علاش كيتسمى بمكانه؟ شحال هذا علاش كيتسمى بمكانه؟ مكانه ما محقاش. ما محقاش. قديم الزمان هما الحوات الاولين اللي سموه. شحال كيدير هذا؟ 400 صافي شويه. 500 باش كاينه. والله الا 500. 350 عبرهم كامل. يلا. يلا بالجمله. يا قعدة مزيانين. مزيانين خيري. عبد الرحيم عبد الرحيم وين عبد الرحيم الصروف شوفوا هاد العملية هادي فال كيف ما كتشوفوا عند المكانة الحوش معروف المكانة جا واحد السيد خداهم بثلاثة غير ما ثمن مناسب فالناس هنايا فهي كتعاون بطبيعة الحال.
اصحابي ما نعرفوش بعد الدوره ديال الشمال. نمشيو نحضروا العمليه ديال التنقيه ديال المكانه، يعني الوزن ديالهم فهو 9 كيلو ونص. جا واحد السيد فهم خداهم ثلاثه، حنا كنحاولوا نعيشوا معكم الاجواء ديال سوق السمك بمدينه سطات. هذا عامل ديال الصليخ، هذا ديال الصليخ دابا هذا كيتسلق. هذا علاش سموه بالمكانه؟ الحجله والمكانه بحال المكانه نوع من المكانه. شنو هي الاخرى؟ الحجله. الحجله هي اكثر في كازا والحريفيه يقولوا لها الحجله. هذا فاش كيجي هذا الطاجين ولا فاش؟ طاجين طليان لاطا اللي بغيتي ما تشبعش منه احسن هي طاجين ولاطا. انا غنصرخو غتشوفو. فيها شوية تمارة. بتنقي أي حوز. الدولة ما معاوناناش بالماتريال، الدولة ما معاوناناش بالماتريال، أما أي حاجة نصوبوها، أي حاجة، ولكن الدولة حتى هي ما معاونة ما ولا كيعاونوا المبادرة كيعاونوا غير اللي بغيت. الناس اللي كتسول على البحري ها هو البحري. سمعوا البحري قال عاود ورينا البحري. ها هو سامي يدو. البحري. مرحبا سيدي قول لي مرحبا. ها هو واحد مرحبا بكم عند البحري في زنقة عيرو. ايوا شويه ها انتم شوفوا السلعة ديالو كبيرة. الله يحفظك خويا. الله يبارك فيك. هويتي مع الكاميرا ها؟ هويتي الكاميرا تبغى تشهر أكثر مني الشاي، تبغى تشهر أكثر مني الشاي. شهر وشهر شهر وحنا اللو. ما نحن ما في بنادم. Thank you.
جوج واحد المبادرة جميلة كيقوم بها السيد هذا، غادي نحاولوا نتكلموا معكم فيها دابا. الله يحفظك اخويا. واحد المبادرة زوينة، يعني بائع السمك يقوم بواحد المبادرة زوينة، غادي نتكلموا معكم دابا. اون فوا غادي يسالي غادي نجبد معاه النقاش، كنا تكلمنا في الكواليس على هاد العملية اللي كيقوم بها. واخا شوف، انا قبل قدمتك للمشاهدين ياك، يعني قدمتك كبائع السمك وهذا، وتكلمنا على الاثمنه، وغادي نشوفوا حتى الطابله اللي عندك. لكن بغينا نبداو بالعمليه اللي تكلمنا فيها انا وياك قبل ما ندير البث المباشر، اللي كتقوموا بها ديال الجمعيه، كتشدوا الحوايج وهذا. تكلم لينا بابا على هذه القضيه. واخا عطيت النمره ديال التليفون. ماشي مشكل، مرحبا. هنا عندنا واحد الجمعيه، شبه جمعيه، ماشي جمعيه مقننه، كنجمعوا الحوايج من عند عباد الله، الناس اللي عنده شي حاجه قديمه، كنشوفوا شي ناس عنده شي حاجه قديمه كيبيعوا واحد السبير ولا شنو. حنا كناس كعيطوا لينا، كنمشيو نجيبو من عندهم داكشي القديم، كنعاودو نصبنوه وكنفرسكوه على الناس، دوك الناس اللي محتاجين. اللي محتاجين. الناس اللي محتاجين، اللي ما عندهمش محتاجين. وخصوصا حنا مقبلين على على فصل الشتاء، وكنعرفوا بان البرد كيدوز فيه قارس شي شويه. هذاك الشيء، وكاين شي ناس ما عندهمش، الله يكون في العون، منهم الناس ما عندهمش، منهم الناس متشردين في الزنقه. حنا خدنا هذا الموضوع. شحال من واحد معاكم دابا؟ حنا خمسه ديال الناس مكلفين. وكاينين الناس كيتعاطفوا معاكم، كيعطيكم الحوايج. كاينين الناس كيتعاطفوا معنا لدرجه ان الناس عيطوا لنا من الدار البيضاء، الله يجازيهم بخير. قول لهم الرقم الهاتف اللي كيتصلوا بك. الرقم الهاتف ديالنا هو 06-68-40-45. غادي نعاودوا 06-68-40-45-77. بالنسبه اللي عنده شي حوايج قدام. عاودوا الاولى قلتي رقم ناقص. 06-68-40-45-77. صافي. هذا الرقم هذا عندك انت ياك؟ عندي انا هذا الرقم هذا، وفيما كانوا الناس عندي طوموبيل انا ماشي مشكل، كنطوع نمشي نجيبو. وكاينين الناس كاينين معنا حتى عيالات هما الله يجازيهم بالخير، كيصبنوا هذاك الشيء نشرو وكنعاودو نجمعو. والناس اللي محتاجين كيجيو يعزلوا ديك الحويجات اللي عندهم. ومن هذا المنبر هذا كنقول لكم الناس اللي عندهم، اللي صغارت عليه شي حاجه، قدامت عليه شي حاجه ما بقاش بها ولا شنو، يتصل بينا بهذا الرقم هذا اللي قلتي لهم. اللي قلنا وحنا كنفرتكو في سبيل الله. ندوزو دابا للكوب. مرحبا. السرديل معروف قلنا 10 دراهم. السرديل 10 دراهم السر. شو سميتك؟ شو قلت لي الاسم ديالك؟ عبد العالي فتحاوي. هذاك الشيء لقب انت؟ الطوكوطو، الملقب بالطوكوطو. شنو هي الطوكوطو زين؟ الطوكوطو هذا لقب كان عند الوالد عندي انا ملي كان كيلعب الكرة، كان الوالد قديم كيلعب الكرة، وكان مع الوالد ديالي شوية لوين، وكان شي لاعب ربما كان شي لاعب في افريقيا. طوكوطو. الطوكوطو. هما يسميوها عند الوالد الطوكوطو، وهي هذيك بقات الطوكوطو. عندنا البحري وعندنا الطوكوطو. عندنا الطوكوطو. وعندنا البوعزاوي. والبوعزاوي. يعني اسماء هادو مميزين. واخا قول لنا سير الاثمنه. الاثمنه هذا 25. شنو هو هذا؟ قول لهم سميتهم. هذا قرب. شنو هي؟ قرب قرب. القرب. قرب صغير. لا السما بالقرب. هذا القرب اسمه. صافي القرب وصافي. هذا القرب هذا حنا نعرفوا ليه. واخا زين. هذا كيتسمى البونيتو. بونيتو وبعد ما كنقولوا لكن الناس كيجيو هنا معروفين، الاغلبيه معروف بالطون. الطون. الطون. هذا هو الطون. هذا هو الطون. شحال داير الواحد؟ شحال داير؟ هذا داير هو 500 درهم، ما بين 400 500 كيلعب هذا الكيلو. هذا بواجو. بواجو. هذا بواجو مويان. زيد زيد. كاين هذا بواجو مويان صغير شويه، هذا داير 400 درهم. ايوه. هذا كاين هذا كبر منه شويه. هذا ما بين 30 درهم 25 درهم الكيلو. 20 درهم اخويا الكيلو. بحال شوكا، بحال شوكا 400 درهم الكيلو. مرحبا. هذا البوري. لا. تا هو كيلعب ما بين 400 350. صافي 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 صافي. واش قلتي انت؟ صافي انا ان شاء الله. جاي عندك شنو هو؟ لا شنو
السلام عليكم. كي داير اخويا؟ لاباس عليك؟ كلشي مزيان؟ كي غادي مع شي خدمه؟ اهلا وسهلا. صابرين قول لي وصافي. شحال من سنه وانت دابا فهاد شي 4 سنين. 4 سنين؟ وداو كيفاش تعلمت هاد الحرفه ديال التنقية؟ ايوا كنت المرة الأولى كنجي نقف هنا كنبقى فهمتي نبقى نشعر. السلام عليكم. ما عندك شعبية؟ ممكن تكلموا على الحالة الصحية لا؟ مرحبا واخا. يعني المهم الله يشافيك بعدا بطبيعة الحال. وانتو يعني شنو المشكل اللي وقع لك؟ ضربني واحد السيد. بس طوموبيل وشنو؟ لا غير كورة. كورة هادشي؟ غير كورة ضربني واحد السيد. شو السيد شو هذا؟ تكلم له. ماشي حاجه الرضا ديال الوالدين هو احسن حاجه فعلا. دابا من خلالك انتيا بغينا نعطيو رسائل مجموعه ديال الناس اللي هما كامل قوام صحيه بهذا المعنى ويجي يجريسي ويتعداو الرجال قليل فعلا فهمتي الرجال. وكاع اللي واحد ميساج بغيت نوصلو كاع اللي كيحقر الرجال راه كاع مراد هاي شي ميكا. عندك رقم؟ عندك رقم تليفون؟ عندي رقم. تبغي تقولو؟ مرحبا. تسالي قطع هذا. شحال في عمرك دابا انت؟ 22 عام. واخا. سمية؟ عبد الحق جابر. عبد الحق في عمره 22 عام. فكان وقعت لي واحد يعني واحد المشكل يعني كنشوفوها هو هنايا يعني مقطوعة عليه رجلو بسبب كرة القدم كيف ما كنشوفو معنا. بالرغم من هذا فهو كيحاول يشتغل واحد الخدمه اللي هي ديال الحلال. بالنسبه للناس اللي ممكن بغات تعاون معاه وتعتبروا انه كابن ديالها فحنا كنحاولوا يعني كل موضوع ديالنا يعني فيه بزاف ديال التضامن الاجتماعي 100%. قول لنا 06 40 40 28 38 38 20 20 نعاودوه لهم. 06 40 28 20 20 20 هذا هو الرقم ديالو. مهم بالنسبه للناس اللي كانت باغا تعيط لي ولا هذا فهو دائما موجود في زنقه عيروت يعني قرب يعني زنقه الذهبيه. فهذه هي الخدمه ديالو وهز العائله ديالو هز عائلته ونتمنوا فعلا يكون الخير لهاد الناس هادو. والله يجيب لك الشفاء اخويا. احنا نبقاو على شي صار الميساج ديال الرجال هو اللي باش يشحن. ولا لا شوف هذاك الميساج اللي كيحكي هذا بث مباشر دابا. الله يحفظك. هذاك الميساج ديال الرجال انا شوف معايا هذاك راه حنا دايرين لايف لايف وانا كلشي دايز صافي. هذيك الكلمه ديال اللي كيحكي الرجال راه ما راجل ما والو. انت عاود قولها لهم اسيدي. ماشي بحال هكا وتحكي الراجل اللي كيحكي الرجال راه ما راجل ما والو. وسمحوا لي على الجنويه. هذيك الجنويه غير كتنقي بها غير كنقي بها ما كنتعرفش بها نقي بها باش يشوفوا. يا سيدي يعني هذه اللي كاين هاز الخضره دائما نكرز عليكم من جديد مع البوعزاوي النقاي اللي هو معروف هنا في زنقة عيروت. كنحاولوا نبقاو نديروا جولات في نفس السوق باش ندينوا لكم يعني الطريقة اللي كيبيعوا بها هاد الناس الأجواء ديال المواطنين. كنقلوا لكم الحدث بكل عفوية وكنحاولوا يعني واخا حنايا في سوق السماء كنحاولوا نشوفوا الشيء اللي هو اجتماعي
يعني كيفما شفنا السيد مؤخرا اللي كدير مع دابا الله يطول مقطوع عليه رجلو ومع ذلك فهو خدام وبقى واقف عليها باش ينقي الحوج وهذا باش يدخل واحد المصروف في الحلال بطبيعة الحال. الله يسهل عليه والله يسهل على الجميع. احنا عطينا الرقم ديالو بالنسبة لشي ناس كانوا بغاو يتعاونوا معاه. في نفس الوقت فكان معنا كان لقاء مع واحد السيد اللي حتى هو كيبيع الحوج وكان كيدير واحد المبادرة جميلة مع واحد خمسة ديال الناس يعني كياخذوا يعني الحوايج اللي هما قدام كيعطيوهم اليوم الناس كيعاودوا يصبنوهم ويفرقوهم على الناس اللي محتاجين خصوصا احنا مقبلين على فصل الشتاء. وفصل الشتاء كيف ما كنعرفوا فهو يعني كتكون يعني الاجواء ديالو اللي هي يعني البرد القاريس مجموعه ديال العوامل اللي ممكن تاثر بشكل سلبي على الحاله الصحيه. ولكن ملي كنكون على الاقل بعد الانسان لابس يعني مكبط وسخون وهذا ف كاين قدره اصلا مجموعه ديال الاشياء. فإلى هنا غادي نساليو هاد البث المباشر. كنشكر لكم بزاف 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 على هاد التفاعل ديالكم مع جميع المواضيع اللي كنناقشوها بشكل عفوي او البث المباشر اللي كنقوموا به على صفحه المجله 24. انتظرونا عما قريب في بث جديد حسب شنو غادي نقدروا نديروا او حسب شنو غادي نقدروا نقولوا لكم. على العموم فاحنا دائما نواكب الاحداث بصيغه اعلاميه لا من خلال مقالاتنا المكتوبه على تواصل في المجله 24.com او على قناتنا الرسميه عبر اليوتيوب مجله 24 اللي كنديروا بشكل ريبورتاج في نفس الوقت على صفحتنا الرسميه مجله 24 على الفيسبوك. دمتم في رعايه الله.